تريد تعرف توحيد الله؟ هذا التوحيد. اقرأ دعاء الصباح لأمير المؤمنين: الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. هسه يجي واحد يقول لك: ها انتم الشيعة كفرة مشركين، احنا مشركين؟ يو انت اللي تعتقد ان الله جل وعلا يوم القيامة يدخل النار. شوفوا المهزلة، شوفوا السخرية. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلسي. يوم القيامة يعتقدون على ان الله جل وعلا النار تلهب، اش ما يذبون لها، تقول هل من مزيد، هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد. من اللي طف النار يوم القيامة؟ وهو الله جل وعلا، والعياذ بالله من هالقول. يدخل إلى النار، يكشف عن ساقه، يضع رجله في النار، يقول قط قط، النار تهدأ. والله الإنسان ما يدري، يضحك يبكي. المثل المعروف: شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. هذا توحيد، وهذا توحيد آخر عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: من أراد الله بدأ بكم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: نحن الأعراف، من عرفنا فقد عرف الله، ومن أنكرنا أنكرناه، ومن أنكرناه دخل النار. الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الأعراف يعني أهل البيت،